اصطبر بالله اصطبر. انا بعت لك فيديو على الواتساب شوف. فيديو؟ فيديو ايه ده؟ مين اللي صور الفيديو ده؟ هي نصر. نصر ما فيش غيرها. عملتها تاني. لا يا عيون زين. أنا اللي صورتك يا حمدان. أنت يا زينة؟ كيف؟ أنا لما لقيت إن أنت واللي ما تتسمى هنية لقيتوا الفلوس في أوضة الخزين قلت لها الحكاية دي مش صدفة، لازم هيما هو اللي دلك انت وهنية بمكان الفلوس، وهيما ما هيقولش حاجة إلا لو كنتوا قابضين عليه وبتعذبوه. يا بوي أنا لما راجبتك انت وهنية ومشيت وراكم وعرفت مكان اللي انتوا رابطين فيه هيما والمرة اللي معاه وصورتك بالموبايل وانت بتشنقه عشان يغير كلامه وابوك يطلع براءة. انت يا زينة اللي صورت الفيديو ده؟ ايوه. البركة في نصرة، هي اللي جابت لي الفكرة، مش هي صورت ابوك قبل سابك وهو متدسي في السرايا؟ انا كمان صورتك ومعايا الدليل اللي يوديك في 60 داهية. تودينا انا في 60 داهية؟ الحكاية في يدك. على فكرة انا نقلت الفيديو ده على فلاشة، والفلاشة أنا شايلها في الحبس والصور. طيب إيه رأيك إن عندي حصان ها؟ ومحدش يقدر يقرب مني. الكلام ده تقوله لحد تاني. أنا عندي الدليل وفي يدك ها إنك خطفت هيمة وعذبته. الفيديو ده لو وصل للحكومة هيطلبوا برفع الحصانة عنك، وساعتها اللي حامينك مش هيقدروا يعملوا لك حاجة. ليه إن شاء الله؟ لأن الحكاية بقى فيها فضايح، جرانين وبرامج في التلفزيون، وإذا كان أبو اليسر بيحبك وحميك في ألف بيكرهه وبيكرهك أنت كمان، وما هيصدقوا إنك تاخد تأبيدة، وهنية هي كمان شريكتك اللي أنا مصوراها هتروح في داهية.